بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى أهل بيته الأخيار الطيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، طلاب الصف الثاني عشر، اليوم سنبدأ بأول درس من دروس الفيزياء للصف الثاني عشر. درسنا اليوم هو الشغل. إذن أهداف الدرس هي تعريف مفهوم الشغل، ثم تعريف الجول، والتمييز بين الشغل الناتج عن قوة ثابتة والشغل الناتج عن قوة متغيرة، حساب مقدار الشغل الناتج عن قوة ثابتة وحساب مقدار الشغل الناتج عن قوة متغيرة. سنتطرق إلى جميع هذه الأهداف خلال حصتنا اليوم في هذا الفيديو. نمر إلى تعريف الشغل. بطبيعة الحال المعنى الشائع لمفهوم الشغل هو القيام بجهد جسدي أو فكري. المعنى الشائع لمفهوم الشغل هو القيام بجهد جسدي أو فكري، ولكن المفهوم الفيزيائي للشغل يختلف كثيرا عن هذا المفهوم الشائع، وسنكتشف ذلك خلال هذا الدرس. لنتابع هذا الفيديو علنا نستطيع أن نفهم معنى الشغل فيزيائيا، ثم سنتدارس هذا المحور. Theoretically, this energy is conserved in a closed system. Closed system is a system that doesn't interact with the surrounding. Now, as the energy is conserved, it means that the energy is neither created nor destroyed. It rather transfers from one body to another and is converted from one form to another. So the sum of the total energy at the end of the process remains same. There are two basic forms of energy. The first one is potential energy, which is a stored form of energy because of the position of a body on an object. The second one is kinetic energy, which is associated with movement and is found in all moving bodies or objects. Here, the energy stored inside the muscles of the arm is the potential energy, which is supposed to be transferred into the object and is supposed to be converted into the kinetic energy. But how does this energy transfer or convert? This is where the force comes into play, which is basically a push or a pull, and is the only source or a way of transferring this energy. When the force is applied on this object, the body transfers some of its potential energy into the object. But when this force is not enough to move the object, the energy which is transferred is not converted into the useful energy at all. Rather, it is considered to be wasted. Now, when the force is increased, the object will gain kinetic energy and it will move and the work will be done. Note that the work is only done when the force will move the object from one point to the other. The distance between these two points is called displacement. So for work done, force and displacement both are equally important. إذن بالرجوع إلى هذا الفيديو، ما هو الشغل؟ إذن الشغل هو الحركة. الشغل هو تطبيق قوة على جسم وتحريكه من مكان إلى آخر. إذن حركة الصندوق كما هو في الصورة على اليسار، حركة الصندوق على المستوى المائل هي نتيجة القوة التي يبذلها الرجل. إذن هذا الرجل يبذل قوة على الصندوق فيحركه من مكان إلى آخر، وبالتالي نحن نتحدث في هذه الحالة على شغل. أما بالنسبة للصورة الموجودة على اليمين، القوة غير قادرة على إزاحة الصندوق فهي لا تقوم بشغل. فعندما يحاول هذا العامل دفع الصندوق من دون أن يتمكن من تحريكه، فهو يجهد نفسه، أي يبذل جهد من دون أن يبذل شغلا. فهو يبذل جهد من دون أن يبذل شغل. نعطيكم مثال ثاني بسيط جدا، هو عند دفع الحائط. إذا أنت دفعت الحائط بالبيت
هل حركته من مكانه؟ أكيد لن تحركه من مكان، وبالتالي أنت تبذل جهد ولكن لا تقوم بشغل، لا تقوم بشغل. لكن إذا أنت دفعت عربة في الجمعية، إذا دفعت العربة في الجمعية فأنت تدفع العربة فتتحرك، وبالتالي أنت تبذل جهد وتقوم بشغل. لماذا؟ لأنه الجسم تحرك مسافة X أو displacement. لو قام العامل في المثال السابق ببذل قوة أكبر وتمكن من إزاحة الصندوق، يكون من وجهة نظر الفيزيائيين قد بذل شغلا. إذن الشغل يتطلب قوة مؤثرة وإزاحة في اتجاه القوة. إذن الشغل من وجهة نظر الفيزيائيين هو الإزاحة مع القوة، ويجب أن تكون هذه الإزاحة في اتجاه القوة. إذن تعريف الشغل work هي عملية تقوم فيها القوة المؤثرة بإزاحة جسم في اتجاهها. إذن تعريف الشغل، نعيد مرة ثانية، هو عملية تقوم فيها القوة المؤثرة F بإزاحة جسم في اتجاهها، بإزاحة جسم في اتجاهها. إذن يقاس الشغل بحساب النظام الدولي للوحدات System International بوحدة الجول. يقاس الشغل في النظام الدولي بوحدة الجول ويرمز له بجي. تعريف الجول، الجول هو الشغل الذي تبذله قوة مقدارها 1 نيوتن لتحرك جسم في اتجاهها مسافة 1 متر. إذن الجول، تعريف الجول هو القوة التي مقدارها 1 نيوتن لتحرك جسم باتجاهها مسافة 1 متر، مسافة 1 متر. الشغل الناتج عن قوة منتظمة موازية لاتجاه الحركة. إذن هنا ستكون القوة موازية لاتجاه الحركة. إذن الشغل هو W الناتج عن القوة F على الصندوق، يكون حاصل ضرب العددي لمتجه القوة المؤثرة على الجسم ومتجه الإزاحة، ويحسب باستخدام العلاقة W تساوي F dot D، وهذا الضرب العددي لمتجهي القوة في الإزاحة، حيث تقاس القوة بوحدة نيوتن والإزاحة بوحدة المتر والشغل بوحدة الجول في النظام الدولي للوحدات. الشغل الناتج عن قوة منتظمة تصنع زاوية مع اتجاه الحركة. إذن في المثال الفارض تعرضنا إلى أن القوة والإزاحة في نفس الاتجاه. في هذا المثال القوة تكون زاوية مقدارها ثيتا مع الإزاحة، هذه الإزاحة دي أفقية، وهذه القوة F تكون زاوية ثيتا مع هذه الإزاحة دي. إذن حساب الشغل يتطلب تحليل القوة إلى مركبتين، مركبة أفقية وهي في اتجاه الإزاحة، ومركبة رأسية وهي عمودية على الإزاحة. إذن المركبة الأفقية F كوزين ثيتا، والعمودية هي F سين ثيتا. العمودية F سين ثيتا لا تسبب أي إزاحة في اتجاه الحركة. لماذا؟ لأنها عمودية على الإزاحة، وبالتالي الزاوية هنا 90 درجة، زاوية 90 درجة. الشغل لا يكون سوى نتيجة المركبة القوة الموازية لاتجاه الحركة أو لاتجاه حركة الجسم. إذن الشغل W الناتج عن القوة F التي تكون زاوية ثيتا مع اتجاه الحركة، يحسب من العلاقة WF dot D التي تساوي F ضرب D ضرب كوزين ثيتا. وإحنا تعرضنا في خلال السنة الفارطة في صف 11 إلى الضرب العددي لمتجهين، فهو يساوي المتجه الأول ضرب المتجه الثاني ضرب كوزين ثيتا. ونحن نلاحظ الحين أنه
W هي الضرب العددي لمتجهي القوة في الإزاحة، وبالتالي F ضرب D ضرب كوزين ثيتا، وهي تمثل الشغل للمركبة الأفقية. الشغل هل هي كمية موجبة أو كمية سالبة؟ يمكن أن نستنتج من العلاقة التي تم طرحها اللي هي W تساوي F ضرب D ضرب كوزين ثيتا أن الشغل هو كمية عددية. الشغل هو كمية عددية، لماذا؟ لأنه هو حاصل الضرب العددي لمتجهي القوة والإزاحة. والزاوية، والزاوية ثيتا هي التي تتغير بين 0 و 180 درجة، تؤثر على حالة الشغل، بحيث الزاوية ثيتا هي التي تحدد هل الشغل سيكون موجب أو سيكون سالب. إذن الكوزين ثيتا هو الذي يحدد حسب الزاوية ثيتا هل الشغل سيكون موجب أم سالب. إذا كانت هذه الزاوية ثيتا تساوي 0 فالكوزين يساوي 1، وبالتالي الشغل يساوي F ضرب D، وهو موجب المقدار لأن الإزاحة باتجاه القوة. في حالة كانت الإزاحة والقوة في نفس الاتجاه تكون الزاوية مساوية للصفر، وبالتالي الكوزين يساوي 1، إذن الشغل يساوي F ضرب D وهو موجب المقدار، وهو أكبر قيمة كذلك للشغل وهو موجب المقدار. إذا كانت الزاوية ثيتا تساوي 90، إذا كانت الزاوية ثيتا تساوي 90 أي أن تكون القوة عمودية على الإزاحة، القوة عمودية على الإزاحة، إذن كوزين ثيتا يساوي 0، وبالتالي الشغل يساوي 0 وهو موجب المقدار لأن الإزاحة باتجاه القوة. إذا كانت ثيتا تساوي 180، إذا كانت ثيتا تساوي 180 فإن كوزين ثيتا يساوي سالب 1، كوزين ثيتا يساوي سالب 1، وبالتالي الشغل سيكون سالب. إذن إذا كانت القوة والإزاحة متعاكستان في الاتجاه يعني عكس بعض، فكوزين ثيتا سيكون مساوي لسالب 1، وبالتالي يكون الشغل سالب، وبالتالي يكون الشغل سالب. So work done, W is equal to F into S cos theta. Let us see how does the work done change with respect to the value of theta. Say, a man lifts a load from the ground to place it on his head. The displacement is in the same direction of the applied force, which is upward, while the gravitational force acts downward. In the case of applied force, the displacement is along the direction of the applied force. So theta will be 0. Since cos 0 is 1, the work done here will be F into S and the work done is positive. As for the gravitational force, as it is opposite to the displacement of the body, theta will be 180 degrees. Since cos 180 is minus 1, the work done here will be minus F into S. Thus the work done by the gravitational force on the body is negative. If the man carrying the load now walks for a distance S horizontally, a gravitational force F acts at a right angle to the direction of the motion, making an angle of 90 degrees, so theta will be 90 degrees. Since cos 90 is 0, the work done here by the gravitational force will be 0. إذن الفيديو واضح وهو يبين ما تم التطرق له في هذه الشريحة. إذن لنعيد سريعا ما قلناه. إذا كانت الزاوية مساوية للصفر، إذن ستكون الإزاحة والقوة في نفس الاتجاه، وبالتالي كوزين ثيتا يساوي 1، إذن الشغل يساوي F ضرب D وهو موجب. إذا كانت ثيتا تساوي 90، إذن القوة تكون عمودية على الإزاحة، وبالتالي كوزين ثيتا يساوي 0 والشغل يساوي 0. إذا كانت
ثيتا تساوي 180، إذن القوة عكس الإزاحة متعاكستان في الاتجاه، وبالتالي كوزاين ثيتا يساوي سالب 1، إذن الشغل سيكون سالبا. نمر الشغل كمية موجبة أم سالبة؟ في حال ثيتا موجودة بين 0 و 90 درجة، إذن كوزاين ثيتا موجود بين 0 و 1، إذن هو كمية موجبة، وبالتالي يكون الشغل موجبا ومنتجا للحركة كما في الشكل. القوة لها مركبة باتجاه الإزاحة. إذن في حالة كانت ثيتا موجودة بين 0 و 90 درجة، إذن الكوزاين موجود بين 0 و 1، وبالتالي يكون الشغل موجبا، ونسمي هذا الشغل منتج للحركة. في حال كانت ثيتا موجودة بين 90 و 180، إذا ثيتا أكبر من 90 وأصغر من 180 درجة، إذا الكوزاين سيكون أصغر من 0، الكوزاين سيكون أصغر من 0، وبالتالي يكون الشغل سالبا، ونقول أن هذا الشغل مقاوم للحركة كما في الشكل، والقوة لها مركبة عكس اتجاه الإزاحة. نلاحظ هنا أنه القوة تكون في اتجاه الإزاحة، لأن الإزاحة تكون نحو اليمين. إذن ممكن مهما كانت الزاوية إلى غاية 90 درجة سيكون لهذه القوة مركبة أفقية في اتجاه الإزاحة، لكن في هذه الحالة إذا كانت الزاوية أكبر من 90 ستكون القوة في اتجاه اليسار، وبالتالي ستكون لها مركبة أفقية معاكسة للإزاحة التي تكون في اتجاه اليمين، وبالتالي تكون هنا الشغل يكون سالب. الشغل يكون سالب. إذن عندنا حالتين، لنا حالتان. الحالة الأولى هي التي تكون فيها الزاوية محصورة بين 0 و 90 درجة ويكون الشغل موجبا ومنتج للحركة. الحالة الثانية هي التي تكون فيها الزاوية محصورة بين 90 درجة و 180 درجة، وبالتالي يكون الكوزاين أصغر من 0 ويكون الشغل سالبا وهو مقاوم للحركة. حالات ينعدم فيها الشغل. الحالة الأولى هو إذا تحرك الجسم بسرعة منتظمة، فإن العجلة التي يتحرك بها تساوي 0، وبالتالي تصبح القوة المؤثرة على الجسم مقدارها يساوي 0، قوة متزنة، وبالتالي ينعدم قيمة الشغل. إذن إذا كانت سرعة الجسم ثابتة أو منتظمة فالعجلة تساوي 0، وبالتالي القوة تساوي 0 حسب قانون نيوتن الثاني، إذن فيكون مقدار الشغل مساوي للصفر. ثانيا، إذا كانت الإزاحة تساوي 0، إذن الجسم لا يتحرك، ليس هناك إزاحة، مثلا عند دفع العامل لصندوق ضخم ولا يمكن تحريكه، أو عند دفع الطالب للحائط لا يمكن تحريكه، أو عند حمل الطالب لحقيبته المدرسية ثقيلة ولم يتحرك بها، إذن في هذه الحالات كلها ليس هناك إزاحة، وبالتالي يكون الشغل مساوي للصفر. إذا تحرك الجسم على مسار مغلق فإن إزاحة الجسم تساوي صفر، وبالتالي يصبح الشغل مساويا للصفر. يعني إذا انطلق الجسم من نقطة A ليعود للنقطة A فهنا الإزاحة مساوية للصفر، وبالتالي ليس هناك شغل. إذا تحرك الجسم بين نقطتين على مستوى الرأس نفسه فإن الشغل المبذول من الوزن يساوي صفر كذلك. نشكركم على حسن المتابعة والاستماع، في أمل اللقاء بكم في حصة جديدة من حصص الفيزياء للصف الثاني عشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.